دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية. وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع خطبة الجمعة، وشددت على مواجهة أي خروج عن موضوع خطبة الجمعة بكل حسم أو تجاوز الوقت المحدد لها والمقدر مسبقاً ب15 دقيقة. النهاردة هيشهد مسرح السامر بالعجوزة في 7 مساءً حفل فني ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد بتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. وبيشهد الحفل عدد من الفعاليات الفنية، منها عرض فني لفرقة أغاني الشباب بالإضافة لسولوهات إيقاعية وغنائية بتقدمها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني. النهارده هيقيم قطاع صندوق التنميه الثقافيه في 7 مساءً بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصريه حفل ختام وتوزيع جوائز الدوره السادسه لمسابقه المواهب الذهبيه اللي بتقيمها وزاره الثقافه ممثله في قطاع الصندوق. بتهدف مسابقه المواهب الذهبيه لتسليط الضوء على ابنائنا من ذوي الهمم اللي بيمثلوا جزء لا يتجزا من نسيج هذا المجتمع، وده دعما للمبادره الرئاسيه المتكامله في دعم وتمكين هذه الفئه.